يمكن ضيعتنا بعشرين سنة ما بتنضف منها. هيدي مواد مسمة مسلطنة، ها هاو معامل السلطان هون بالكفور. لنهار الخميس الماضي فقنا بالليل، أنا فقت بالليل الساعة 3:30، مش عم بقدر اتنفس أبدا، مخنوقة. طلعت برا حاسه في ريحه كتير قويه، الشمبريرات عم تحترق، بلاستيك عم يحترق، ريحه بشكل الا بنفناف اسود ضرب كل البيوت، براندات والسطوح واوض النوم، السيارات بطل فيك تدعس، كربون الدواليب والشحبار الاسود ضرب المنطقه كلها مع بلده دار الزهراني وبلده حبوش بسبب معامل الدواليب، معمل الخنسة ومعمل طهماز. نعم ننظف الارض والزروبه والسطح بلشنا تنظف، نحن ننظف ويزيد السواد. هلا مش بس العالم كله كبت موت عن السطوح. صح 100%. معلوم كبينا السمان، كبينا برغل، جارتي كبت كشكيتها 15 سطل، والله يا حرام. ما ضل شيء عندنا، مثلا السمسم هلا شو بعد يتاكل السمسم؟ انا عم جرب فليفلي بندوره هولي راحوا. زار عم نخيي ما نزلت بدي اطفن، قلب ايدي صوت خلص شو بدي فين؟ الكام؟ قال بيقولوا نزرع وكله، لك شو ما نزرع هناك. نحن كرومنا مثل انا عندي كرم قريب من المعمل تقريبا بعد شيء 500 متر. هذا المعمل تين وزيتون قلعته وبعت العكار لانه الثمر تاعه ما عادش يتاكل، تصور انه التين ما بيتغسل. وهذا الغازات اللي عم تطلع من الدواليب وهيدي كلها الغاز على 10 كيلومتر والرزاز الاسود على اكثر من 20 كيلومتر بيغطي المنطقه كلها سوا، دمار شامل للكفور للمنطقه وخدمات فيها جوفيه هون بالمنطقه اكيد بدها تلوث. المهم انه كارثه بيئيه كبيره بالكفور. اول معمل فات لعنا هو معمل باسم بتاج الدين بال 2013. هوليك المعامل التانيين عملوا لجوء سياسي لعنا من سنة 2019 من برعشيت لعنا، هو الخنسة وشركوه ثلاثة، يعني الخنسة معه ثلاثة يعني أربعة بال 2019. بلشوا بمفاعل واحد وبلشوا يزيدوا يزيدوا لصاروا 15 مفاعل. بيرجع معمل لفؤاد ياسين هو شريكه هو وناس تانيين فتحوا بال 2020. ورجعوا معمل بتاج الدين اللي سكر من 2014 سكر، هلا رجع عن جديد فتح لانه تعرف في متمولين وفي رجال سياسي مغطين هالفساد. على اي اساس تصنفت الاراضي من زراعي لصناعي ومن بناء لصناعي؟ هذا تصنفت كلها حسب لتدمير ممنهج للقريه. وبتعرف اموال هذا المعمل يوميته بال 20 30 الف دولار، المعمل هذا يوميته هيك لانه بيحولوا الدواليب لديزل اللي بيتشغل فيها الاشتراكات الموتورات. يعني من بعد ما يخلصوا فيهم حدا بيملك موتور اشتراك، كمان بيستخرجوا نحاس، بيستخرجوا كربون، بيبقى عندهم غاز. تعبى بجسمنا بالرواية تبعنا، رحنا عند الحكيم مرتين. مثلا عن الدكتورة قالت لي عندك تحسس، طب من شو التحسس بالحنجرة؟ أنا هذيك السنة اختفى صوتي جمعة ما يطلع اكتب كتابة. فجأة بالليل في عم نستفرخ نحن والحارة، يعني وفي في كذا حالة حدنا انه فجأة في مثل مقطوع عننا الأكسجين. وكلفتني هيدي القصة انه انا وبنتي 15 يوم بالمستشفى. في تقرير كمان بيقول انه تقريبا بالمنطقة وضواحيها عندك 1000 حالة سرطان تقريبا كل 3 اشهر عم بيبينوا، نبطية، حبوش، الشرقية، طول، دار الزهراني. بدو يجيب المكاب يتحمل مسؤولية، هو مش قاعد هون اللي هيحطه قدام بيت. مش مسمح لكم تكونوا هون، ضبوا غراتكم وروحوا استرزقوا بمطارح ما تأذوا فيها حدا إذا كانت رزقتكم شرحي. عم تستفيد الأحزاب، عم تستفيد المسائل، عم تستفيد، يعني شو بدك تعمل كارثة؟